السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا برنامجكي أنغو مغعدري لنولو قرآن. برنامج كان وبرنامج أن كسو قادنو آيات كميد أه قرآن كريمك كدبنا أن كشرحنو برنامج كان مانتا وحان كسو قادن دونا آيات داند أجيدان أي كجرتو في سورة النساء وانا آيادة صدن يتضبو آيادة الله سبحانه وتعالى وحوكو عاننا يا داد كو صفو بي صفو قاب دارن صفو داس او اه صفو دا بخيل نمدا بخيل نمدا انكو اكان هدنا داد كا امري اني بخيل نقدان آيادة وحاكر لغو عانان تي dad cilmi la siiyey cilmiga la siiyey u isticmaalay wadakhaldan inay wax ku qariyaanna u isticmaaleen Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirin 'adhaban muhina جملة كوبات آية الله سبحانه وتعالى وحو آد أغو عاننايا كوح كميد أهد قريش أو كتر أنصارتا عد كستو لجوكت نو محمد وحسينينا الله وحو ليها الذين كوي يبخالونا وح بخيلا يي بخيل نمذا لي ميت ويأمرون الناس دتكنا أمراي بالبخل إن أيجنا بخيل نخدان رحب ديبن ويكتمون ما آتاهم الله من فضله هل كان الله سبحانه وتعالى وعكو عن النايا يهود بوكو عن النايا يهود داس أول سيا علمي جلسيين أو استعما شيء إن أي حق نمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كو قريان ويكتمون خارنا ما آتاهم الله الله سبحانه وتعالى وحو سيي او من فضله ديرات كيسا مركي نو محمد صلى الله عليه وسلم لوغو سي كتبتوده بين النبي صلى الله عليه وسلم وحي دمعان ان اي دفيران اي قريان الله سبحانه وتعالى وحو كل يحي في سوره البقره سوره دلبات ايه بقول افرتني لحو كل يحي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى وحليه كو أنسين كتابك يهود إيا النصارى ويقرنايان نبي صلى الله عليه وسلم وحين أقرنايان سيداي أقرنايان ولشوضة سيكدران بين نبي صلى الله عليه وسلم أقرنايان لكن كوح أيغا كميد أه أوح برطي باوحي ربتا لا يكتمون الحق إني حق قريان وهم يعلمون أيغو أك حق نمضة يفرينت النبي صلى الله عليه وسلم إني صحت أيغو أك بيسكو دايان إن النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ذي سقريان مركة كو بخيلة ده دات كان أمر إني بخيلة نقدان إيا كو قريي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حق نمديسة إيا فرينتيس حق نمدد قريي الله وحوليها أبا المرنت ذو حيتا هيبوليها وأعتذنا وحن أدير النولي الله سبحانه وتعالى للكافرين كوي قالوا بي طاعد الله سبحانه وتعالى قد بي عذابا عذاب بان أدير نبوليها مهينا وحد ليا عذاب لقد لينا يا بو الله سبحانه وتعالى أدياري مرك وحن فيلا عيد إن لقفا إذا استي وحي أن صحي الله سبحانه وتعالى هيجا أول مريا وحي أن خلدنا الله سبحانه وتعالى هاي دافو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.